سمع الله لمن حمده. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من المحرمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم تقبل منا الصلاة، والصيام، والقيام، وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، لا تحرمنا أجرها وخيرها وبركتها يا رب العالمين. اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجعل آخر كلامنا عند الموت شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله.